مجاريف النجاة والحياة في أزمة جائحة كورونا ترتكز على التفكر والتفكير. العبور لبر الأمان والسلامة اليوم يرتكز على فخ الخوف على الآخر قبل الخوف على النفس. الخوف على فقدان بسمة شخص عزيز وعلى سند وعلى عمود من أعمدة البيت. اليوم نحن في أعلى مستوى في منحنى قوس الأزمة، لذا لابد من مساندة الجهود الحكومية للقضاء على فيروس كورونا. لنعيش مع عز الناس في هذه الحياة لابد من الصبر الكبير والإرادة الأقوى. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي نشرت على صدر صفحاتها: ولي العهد يعيد تشكيل مجلسي البورصة والسياحة. العبد الله: انتشار فيروس كورونا في الصين يعيد موظفي السفارة إلى منازلهم. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: رجال دين ونواب يطالبون بتعليق الحج. وكيل الخارجية للشؤون الدولية مملكة البحرين: دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة. مملكة البحرين أول دولة عربية تصادق على اتفاقية الخطابات الإلكترونية. وإلى صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها: لمقهوي، البحرين الأول حائط صد أمام محاولات التزييف الثقافي. وأخيرا وليس آخرا مع صحيفة البلاد والتي استهلت: مندوبون باليونسكو، يوم الضمير ترسيخ لثقافة السلامة والمحبة والسلام. الشراكة مع الخاص لتنفيذ 15,000 وحدة. بحثنا في طيات الصحافة لهذا الصباح، فوجدنا الكم الكبير من الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، لذا خصصنا لكم هذا الملف الخاص بكوفيد 19. ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي نشرت أن سفير مملكة البحرين في الصين أنور العبد الله أكد لصحيفة الأيام، أكد أنه تمت إعادة موظفي السفارة إلى منازلهم للعمل عن بعد إثر انتشار فيروس كورونا في العاصمة بكين. نشرت صحيفة أخبار الخليج إلى أن العميد طبيب عبد الله درويش المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية صرح أن أكثر من 200 شخص من المتعافين من فيروس كورونا تقدموا للتبرع ببلازما النقاهة، وذلك بعد الإعلان عن فعاليته كأحد العلاجات للحالات القائمة بالفيروس. نشرت صحيفة الأيام أن رئيس أطباء مقيمين بوحدة الأمراض الصدرية والتنفسية بمستشفى السلمانية الدكتور حسن العالي أكد أنه لا توجد بيانات أو معطيات تشير بدقة إلى مدى انتقال فيروس كورونا عبر ماء برك السباحة، مشددا إلى أن القلق الأكبر يكمن في الاتصال بالأشخاص الآخرين أثناء السباحة، خصوصا إذا كان أحدهم مصابا بالفيروس. بقلم الكاتب عبد علي الغسرى نقرأ مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان: رؤية راسخة وتنمية دائمة. فإلى المقال. كشفت جائحة كورونا ما تمتلكه البحرين من إمكانيات ساهمت في تخفيف تداعياتها وتطوير العمل في عدد من المرافق والخدمات كالصحة والتعليم ومختلف القطاعات، بجانب ضمان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطبيق العمل والتعليم عن بعد لمواجهة الأزمات والكوارث. وتصدر المشهد الحكومي الاهتمام الأول بالمواطن البحريني وتقديم ما يستحق من دعم اجتماعي واقتصادي حفاظا على مستواه المعيشي والإنساني. ويقف المواطن البحريني بكل فخر مع إجراءات الحكومة الاحترازية بالتزامه التام بكل الإجراءات ومحاربة الإشاعات
وهو ما يعكس الوعي المجتمعي البحريني في مواجهة الكورونا وتداعياته والتزامه بسلوكيات الصحة والنظافة لتعزيز المناعة لديه الآن وتالياً. بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين والذي يوافق اليوم 15 من شهر يونيو، نشرت صحيفة الأيام أن المدير العام لدار يوكو للمسنين ريما أحمد بن شمس أكدت أن هناك إجراءات مشددة وفحوصات دورية لحماية المسنين ورعايتهم تقوم بها الدار في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والعالم من تفشي فيروس كورونا. نشرت صحيفة أخبار الخليج معاناة أسرة تسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية في انتقال فيروس كورونا الذي أصيبت به الجدة إلى 24 فردا من أفراد عائلتها بينهم 8 أطفال بعد أن لبوا دعوة الجدة إلى جلسة شاي عائلية. نقرأ من صحيفة الوطن مقالا بعنوان توهم الفراغ الأمني للكاتب حسين التتان، قال فيه ما يلي: يجب أن لا يستغل بعض ضعاف النفوس جائحة كورونا كوفيد-19 فيتوهمون أن الأجهزة الأمنية غافلة أو غافية أعينها عن مثل هذه التجاوزات والمخالفات. من يعيش في وهم عقيدة الفراغ الأمني ويعتقد أن الوطن وكالة من غير بواب عليه أن يستيقظ، فأمن الناس وسلامتهم تعتبر من أولويات الدولة، بل ربما تكون الجاهزية الأمنية في أوقات الأزمات والكوارث والأوبئة هي أضعاف ما هي عليه في بقية أيام السنة، وذلك لطبيعة المرحلة ولمعرفة أجهزتنا الأمنية مسبقاً احتمالية وقوع البعض من ضعاف النفوس في هذا الوهم الكبير. نحن لسنا في غابة ولسنا في بعض مقاطعات المكسيك وكولومبيا ليمارس بعضهم خطاياه، إنما نحن في دولة لها قوانينها وأمنها واحترامها وسيادتها، ولا يجوز تجاوز القانون عندنا تحت أي ذريعة كانت. صحافة مملكة البحرين منتعشة بالأخبار المختلفة، لذا لابد من تسليط الضوء عليها في جولة الصحافة التي نقدمها لكم، حيث لفتت صحيفة البلاد إلى أن عددا من مندوبي الدول الدائمين لدى منظمة اليونسكو أشادوا بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الخاصة باليوم الدولي للضمير وأهميتها في استحضار أهمية التوعية من أجل إرساء ثقافة السلام والمحبة وتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات. وبخط قلم الكاتب زكريا الكاظم نقرأ مقالا في صحيفة البلاد بعنوان سمو رئيس الوزراء وتشجيع حملات التبرع بالدم، فإلى المقال. تحتفل منظمة الصحة العالمية وجميع البلدان في 14 من يونيو من كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم لتستعرض فيه حاجة العالم إلى دماء آمنة تساعد المرضى الذين يعانون من ظروف مهددة للحياة على العيش لفترة أطول وبجودة حياة أعلى. طالما كان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قريبا من أبنائه، وقد أشغل عمره المبارك في الاستثمار في المواطن البحريني على أن يتمتع أبناء شعبه بأفضل الخدمات المقدمة لهم من الحكومة، وقد حثهم على التبرع بالدم مقدما لهم التسهيلات في تنظيم حملات التبرع.
لقد حققت مملكة البحرين هذا السبق على المستوى العالمي، فيما لا يزال وصول إلى الدم الآمن امتيازا للقلة، حيث تكافح معظم البلدان لإتاحته، فالتبرعات منخفضة ومعدات فحص الدم نادرة على الصعيد العالمي. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قال إن الوزارة تقوم بإنتاج مليون شتلة من الزهور الموسمية الصيفية، وذلك من أجل تزويد حاجات الوزارة في الشوارع والميادين العامة بغرض تجميلها وإضافة العنصر الجمالي والطبيعي للبيئة. وفي حوار نشرته صحيفة الوطن مع رئيس قناة البحرين الأول عيسى المقهوي، قال فيه إن قناة البحرين الأول تعد مشروعا وطنيا مهما للحفاظ على الأرشيف الغني لمملكة البحرين، إلى جانب تعريف العالم والأجيال القادمة على موروث وتاريخ المملكة باعتباره حجر الزاوية في مواجهة محاولات التغير التاريخي والهجمات الإعلامية. ومن الصفحة الرياضية لصحيفة الأيام نقرأ أن فريق توسيز موتور سبورت البحريني بقيادة السائق البحريني اسمه الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة حقق المركز الرابع في سباق لومن 24 ساعة الافتراضي لعام 2020. لفت الصحيفة أخبار الخليج إلى أن مجلس المحرق البلدي تلقى تأكيدا رسميا من وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل المبارك عن إعادة فتح فرع المحرق لمشتركي الكهرباء والماء، وسيتم استقبال الفئات التي تواجه صعوبة في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الحالات التي تتطلب مراجعة الهيئة. نطالع من صحيفة أخبار الخليج إلى أن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد حميدان قال إن مملكة البحرين أصبحت أول دولة عربية تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدامات الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وذلك في خطوة ستساهم في تمكين قطاعات جديدة للأعمال في الاقتصاد الرقمي وستعزز الحماية للمستثمرين في هذه القطاعات. وفي خبر آخر، حيث كشفت وزارة الإسكان أنها تسعى لتنفيذ مجموعة من المشاريع الإسكانية مع القطاع الخاص لإنشاء 15,000 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع بدأتها بمشروع ديرة العيون. وفي إنجاز بحريني جديد، حققت الطالبة البحرينية زينب شاكر من مدرسة جد حفص الثانوية للبنات المركز الأول في البطولة العربية للشطرنج السريع عن بعد بتنظيم الاتحاد اللبناني للشطرنج، متفوقة على 50 مشاركا من مختلف الدول العربية. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.